عيدكم مبارك مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في هذا البرنامج، برنامج لمة حبايب. سنكون معكم على مدار ايام العيد مع ضيوف مميزين وفنانين وممثلين اعتدتم مشاهدتهم على الشاشه اليمنيه. تماما، عيدكم مبارك اكيد متابعينا من المنازل ومتابعي ايضا بثنا المباشر عبر صفحتنا في الفيسبوك يمن شباب. فقرات متنوعه، حوارات شيقه، اسئله نطرحها على ضيوفنا، بالاضافه الى فقره مسابقات جميله جدا اكيد حتنال اعجابكم. في هذه الحلقه ستكون معنا البدايه مع الممثله منال المليكي وايضا الممثل الاستاذ محمد الهتار، وسيكون ضيفنا ايضا الاعلامي والفنان والملحن خالد عياد. اهلا وسهلا فيكم، كل عام وانتم بخير. كل سنه وانت طيب ان شاء الله. وانتم بصحه وسلامه يا مرحبا. كيف العيد؟ الحمد لله. جميل ورائع، ونتمنى ان هذه الاعياد الناس كلهم يدخلوا الفرحه للناس يعني فيما حولهم، يحاولوا يسعدوا بعض، يشعروا بالعيد حتى لو كنا في معاناه وفي حرب، لازم نشعر كلنا بالعيد. نعم. كيف العيد معك منال؟ محتاجين اعياد كثير زي كذا. يعني لو نقدر نعمل ثمن على مدار السنه، يعني كل شهر كل شهرين نعمل عيد، لان شويه بترجعنا لانسانيتنا وفطرتنا الجميله والطقوس الاحلى. طيب استاذ خالد، كيف العيد معك؟ يعني راح ازيد على الاساتذه، ونحن نحتاج العيد دائما، يعني جزء احوج حاجه لنا الان هي العيد. وان شاء الله كل ايامكم عيد، وكل عام وانتم بالف خير، الاهل والاخوان باليمن. وانت بصحه وسلامه. طيب احنا يمكن نكون ما قد عشناش جو العيد هكذا، وما دخلناش في جو العيد من غير ما نسمع اغاني العيد. نسمع اغاني العيد. وانت ملحن ومغني كبير، لازم نسمع منك اغنيه للعيد. ابشر. الله يبشرك بالخير يا رب. يعني احنا اعتدنا ما نحكي او قبل ما نغني. يا ليلتي العيد انستينا وجددت الامل فينا، يا ليلتي العيد، يا ليلتي العيد انستينا وجددت وانت بخير. حسينا بالعيد. يا سلام، يعطيك العافيه استاذ. يعطيك العافيه. اذا معنا خالد عياد الفنان، معنا ايضا منال المليكي، شخصيه التي تتمتع بظل خفيف، وادت العديد من الادوار، منها الكوميديا ومنها ايضا الدراميه، واخرها كان مسلسل ليالي الجحمليه. اهلا وسهلا فيك مره ثانيه ايضا ست منال. اهلا وسهلا فيكم. يعطيك العافيه. ايضا الاستاذ محمد الهتار هو ممثل الذي قدم اعمال دراميه ومسرحيه متعدده، لان اكثرها شهره كان مسلسل الثار، ربما جيلنا والجيل اللي قبلنا هم اللي تابعوا هذا المسلسل وعرفها الجمهور من خلال هذا المسلسل بشكل اوسع، وانضم مؤخرا ايضا لفريق عمل مسلسل ليالي الجحمليه في جزئه الثاني الذي عرض على قناه يمن شباب. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم، ولي الشرف، وانا سعيد كوني في هذا المكان الجميل والرائع، و لا أستطيع التعبير أكثر من هكذا، ولكن أنا أشعر بالسعادة وأتمنى أن الناس كلهم يكونوا سعداء ومستمتعين في هذا اليوم الجميل والرائع، وهذا حالنا إن شاء الله، نصنع السعادة بقدر ما نستطيع إن شاء الله. أيضا مشاهدنا الكرام، معنا في الاستوديو الأستاذ خالد عياد، سمعنا منه مقطوعة أغنية جميلة. نعم. بسطت معك واستمتعنا، بدينا نشعر كذا أنه في عيد، صح. في أجواء عيدية. يعني شوي بعد الصيام بعد رمضان يكون الواحد عاده مش داخل جو العيد. نعم. متعود أنك تنام يمكن فترة أطول، ما تأكلش. نعم. أكل كثير. نعم. كمان فأنت أيضا من آخر الأغاني اللي لحنتها كانت أغنية مستعجلة للفنان محمد عبده، صحيح. ايش كمان تحب تعرف المشاهد اليمني بك؟ يعني اول شيء كل الحب لليمن، واكثر البلدان اللي تستحق السعاده والراحه والطمانينه اطفال اليمن وامهات اليمن واباء اليمن. ادعو ربي دائما وابدا انه يكمل يعني هذه الايام الجميله، ايام العيد، بسعاده وطمانينه يا رب. وبالنسبه لي يعني انا محب، يعني قد كنت نشات مع اصدقاء يمنيين، عشقت اليمن من خلالهم. يا سلام. الأكل اليمني، العادات اليمنية، الطقوس اليمنية، وجدا سعيد بوجودي معكم. يعني أكيد الجمهور اليمني أيضا حيكون يعني سعيد، خصوصا كمان في عود، يعني إحنا العود مرافق لكل الأغاني اليمنية. طبعا طبعا. نعم. يعني أنا برأيي يعني لما أشوف عازف يمني أذهل. نعم. من قلة الإمكانيات، وبالرغم من هذا هناك إبداع. نعم. يعني هم اصل الغناء العربي. نعم. طيب ايش تسمعنا في يعني اغنيه يمنيه هيك؟ احنا بعد العيد، يعني بعدنا باجواء العيد. نعم. خلينا
لازم يمن يتسمى يمني اكيد تغزل في اليمن من غير ما نسمع الفن اليمن. يعني اذا تذكرتها اقول حبي لها رغم الظروف القاسية رغم المحن، حبي لها أمي سقتني في وسط اللبن، ونعشت فيها لجلها عاني، وإن غبت عنها لجلها حنيت، والحاصل إن الحب شي ما له ثمن. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 إن قالوا محبوبتك من قلت اليمن. يا سلام يا سلام يا سلام. إيش المشاعر اللي تخيلتيها وأثرت فيكي وخلتك تبكي؟ حبي لها. الحب مشاعر يا حمير، يعني من أجمل البلدان في العالم. نعم. بكر إلى الآن، فحرام الكراهية والشي اللي صاير. إحنا محتاجين سعادة، محتاجين أمل، وشعب اليمن من زمان عنده الحكمة وعنده الحب وعنده التقدير وعنده حسن الضيافة. في عادات وتقاليد هي من أجمل الأشياء اللي أنا شفتها في الحياة من اليمنيين. نعم. صح، يعني شوية الحرب أجت أثرت على الناس، ولكن عموما البذرة الطيبة ما زالت موجودة في كل أبناء اليمن رغم كل الظروف الصعبة. يعني أنا أشكرك على قد إحساسك، لكن الناس يحتاجوا سعادتنا طبعاً. إحنا كفنانين طبعاً. وأتمنى هذه الدمعة يشعروا فيها اللي كانوا السبب بكل ألم. نعم، تصل اللي كانوا السبب. صحيح صحيح. وعلى فكرة الشعب اليمني شعب جلد، شعب قوي. صح. صبور، يتحمل كل حاجة وما يبينش أي حاجة، يتحمل أشياء كثيرة جداً ويخفي آلام لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن يظل الأمل أن البلد هذه بلدنا اليمن أنه يجي الوقت اللي بيكون كل الناس سعداء ومبسوطين ومرتاحين وتنتهي هذه الحرب والناس كلهم في أنس وطمأنينة وراحة بال إن شاء الله. نعم. طيب أستاذ محمد، بعد إحنا عندك تنرح شوي. تفضل حبيبي. ما هي المشاعر اللي تحس كذا كل عيد يجي عليك أنك تتمنى لو أنت صغير استغليت هذا الوقت، لعبت فيه أكثر مثلا، زرت ناس أكثر، الحاجات اللي بتحس أن أنت الآن لما كبرت شوي انحرمت منها وكن نفسك وأنت صغير تستمتع فيها أكثر؟ طبعا في أشياء كثيرة أنا أتذكرها لما كنت صغير. أول شيء الزنن فوق رأس أبي وأمي، إنه ملابس العيد ضروري تكون موجودة جفين. قبل العيد في بنص شهر تمام، وأجلس أنتظر وعد الأيام لما يجي هذا العيد، أنام والملابس عند رأسي. طبعا ما نمش، أنام هكذا العقل الباطن يشتغل وتعب وما تشتغل. أجمل الأوقات لما يكون ما عندك غير لبستين بالخزانة فقط. أنا كان معي لبستين وكنت سعيد في غاية السعادة ومستمتع ومنتظر جدتي الله يرحمه وجدي لما ينزلوا العوادة أو الجعالة أو حاجة زي هذه. الأجواء كانت جميلة جدا، بس الواحد لما كبر وتزوج خلاص أنت وقتك انتهى. الآن وقت أبنائك أطفالك. تمام ولا لا؟ فأحاول بقدر المستطاع أنه أنا أصنع لهم الجو الذي أنا كنت أعيشه من زمان. نعم. الله يسعد الله يسعد كل الأطفال في كل مكان في الوطن العربي كامل ويأمنهم إن شاء الله. يا رب. بالنسبة لمنال، عندي كان لبستين وأنت صغيرة ولا أكثر؟ وهي ملكة الأزياء توقع كان عندها أكثر. لا أنا شوية مختلفة عن الآن، يعني كنت شوية أخواني أولاد صبيان كلهم فمعاهم مش مهم اللبسة قد ما هو أطلع الشارع بس. كانت يعني كانت الدنيا حلوة برضو. محمد في عنده حشرة مش قادر يتحمل إنه يمسكها. أيوة. طبعا آخر كان عمل اشتغلته كان قبل في 2012 ولا لا طريق المدينة تبع يمن شباب، بس قبله كان في أعمال تلفزيونية اشتغلته وكانت منال هذه ما تقرش مشاغبة ما تقرش في يعني تخيل نشيطة نشيطة عندها روح الراقصة على السلالم طبعا شفت الدرج وانت طالع وكذا في كذا حاجة دربزين ايوه تطلع فوق اسمه هذا دربزين تشوف من تحت لا فوق وهي ماشية في لا تقول لا حول ولا قوة الا بالله بأي وقت تسقط هذه لتحت
لا مين اللي يسقط؟ منال منال قوية ما تسقط، منال توجت عموما مؤخرا في 2020 بملكة جمال اليمن كنتي. كيف ما هي المراحل اللي محتاجة الفتاة اليمنية أن تتجاوزها عشان توصل لهذه النقطة أن تكون ملكة جمال؟ ما هي المعايير، يعني معايير جمال بس ولا ما هي المعايير اللي بيحددوا بها ملكة جمال؟ شوف كل بنات اليمن ملكات جمال وكل الفتيات العربيات ملكات جمال. الملكة يعني ملكة بروحك، بفكرك، بإيش اللي بتقدميه وإيش اللي بتنجزي. هو مش شكل بس، لأنه لو قصنا على الشكل بس والروح مش موجودة، عمرك ما بتلمس البني آدم اللي قدامك أو بيكون له تأثير على يعني عليك وعلى المجتمع. فبالتالي كان في حاجات كثير، يعني في التنمية البشرية، كان في الفكر، كان في الإنجازات، حاجات كثير يعني تضيف لشخصيتك. لكن لو جينا قسنا بالشكل، في ملكات جمال يعني لا يقارنوا. صحيح، حتى تحت النقاب يعني. أيوة. يعني ما حدش عارف ايش يعني الجمال اللي مخبى كمان في اليابانيات. ما هو هذا. نعم. حتى النقاب، شوفي النقاب هذا هو عرف وهو شيء لازم يحترم. ايوه لازم يحترم، لكن مش معنى النقاب ان شخصيتها مش موجوده، لا هي موجوده وشخصيتها وكانها موجود. وهذا اللي اثبتوه يعني حتى في خلال الفتره اللي راحت والدنيا والضيق والالم اللي احنا عشناه، نهضت بنات كثير في جميع المجالات. صحيح، وهذا أنا أعتبره من أجمل إنجازات يمكن أدركنا بعدين في هذه المرحلة أهمية عمل المرأة وإنها تكون جزء من المجتمع. يعني في كل مراحله وفي كل جوانبه الاقتصادية، الثقافية، الاجتماعية. صح صح، صارت سبورت للرجل. نعم. في ظل الألم اللي إحنا عايشينه، المرأة صارت ظهر للرجل زي صحيح. ما هو دائما ظهر لها. هي كانت ظهرها من قبل بس ما كانش واضح، كانت ظهر الرجل من قبل بس ما كانش واضح. يعني ما فيش رجل بينجح الا ومعاه زوجة في البيت بتوفر لها الجو المناسب، الجو السعيد داخل البيت والسعادة بتفرغ الطاقة السلبية اللي هو للاسف احيانا بيجي ناقلها من خارج بيوصل يفرغها في البيت. صح. حتى لو تعصب، حتى لو غضب، هي اللي بتحاول ان تخرج من هذه الاجواء الحزينة اللي بيواجهها في العالم الخارجي ويجي يدخلها. والحرب كانت اكبر دليل انه المراه اليمنيه قادره انها تتحمل مسؤوليه. صح. بيت فتحين مشاريع كثيره. في عندنا كان ضيوف في برامج في يمن شباب، ضيفات ايضا كانوا مع صفاء، بنات ما شاء الله ناجحات ومبدعات وعدهم كانوا صغار في العمر وعرفوا انهم يوصلوا بصمه. الاستاذ خالد، انت الان وانت اب قدك خلاص. نعم صح. نعم. اكيد اجواء العيد ما بتعيشهاش الا لما تشوف السعاده بتترسم على ابنائك، فكيف العيد عندك في البيت يا خالد؟ يعني العيد مقدس. يعني ممنوع نتنازل، لانه قد ما يكون في سعادات خارجية بعد سعادة الأسرة ما في. يعني الآن بيروجوا لك سعادة على الإنترنت وبيروجوا لك على أماكن التواصل أنه هناك شيء يعني يسعدك بالخارج. فأنا دائما حريص جدا أنه أبنائي يعني يحصلوا على سعادتهم بمنزلهم، خاصة بالعيد حتى وإن كبروا، لانه حتى الكبير يعني بيحتاج العيد. نعم، انت بتحس انه في حاجات كذا متفاعله معنا في الاستوديو؟ اكيد يعني اكيد بتطلع الفرحه عمت الاستوديو كامل. انا بدي اقول لامال ان شاء الله الدمعه اللي نزلت تكون دمعه فرج على الجميع. يا رب ان شاء الله. خلينا نسعد. طبعا كفنانين يمنيين انا ومنال نفتخر ان احنا في هذه الحلقة بالذات مع الأستاذ خالد عياد، لأنه شخصية فنية فذة، يحمل أحاسيس، يحمل. أنا جلست أنا وهو جلست فترة. أيوة، تكلمنا مع بعض. نعم. نورنا لنا عقولنا بكلام جميل وأعطانا دفعة أمل. إيش دور الفنان؟ صح، إيش واجبه؟ هي رسالة، ما هوش بس رسالة. إنه عمل بتأديه عشان تستلم عليه فلوس والسلام. أيوة. طبعا طبعا، وإن هي رسالة لجميع الفنانين، نحاول بقدر المستطاع إنه نسعد الناس. يا سلام. نفرح الناس، نخرجهم من جو الكآبة، نعمل مسرح، نشتغل أعمال مسرحية. أنا بلقط على كلامك اللي بالخير، كل ما أنهي حفلة خاصة جماهيرية عندي أطلب من الجمهور طلب واحد، بعد ما أسألهم هل ساعدتهم بجاوبوني ساعدنا. أطلب منهم أنهم يحملوا هذه السعادة للخارج، يعدوا يطلع من عندي سعيد من أمامه وينقلوا هاي السعادة لبيوتهم ولأصدقائهم. هذا طلبي الوحيد بكون، إذا أنا أسعدتك إذا أحمل هذا السعادة وانقلها. طيب أسعدنا أسعدنا. أيوة. أسعدنا. أنت اللي فتحت مجال السعادة. طيب أسعدكم بأحد أعمالي. يا سلام، ليش لا. هذه إهداء لكم. الله يسعدك. الله العظيم. هي أغنية كلمات سعود الشربتلي وبعنوان أعلمك حبي.
ألحانك؟ نعم ألحاني غنائي. تقول تدري وش أتمنى من عمري يا سيدي، تعيش بحضاني وتغفى على إيدي، وأسكنك في العين والجفن والأهداب، وأحطك في روحي وأقفل عليك الباب الباب، وأسكنك في العين والجفن والأهداب، وأحطك في روحي وأقفل عليك الباب. يا سلام، احنا ما نقولش أنانية وحنسمي حب كمان واحدة. طبعا طلب خاص، هاي بكل لقاء لازم أغنيها. ليلة الله، لو باقي ليلة بعمري أنا بيه الليلة، واسهر في ليلة عيونك وهي ليلة عمر. يا الله يا الله ويا الله يا الله، وش كثر انت جميلة. يا الله يا الله ويا الله يا الله، وش كثر انا احب والله احب، واحلم احلم بك دايم جنبي وانا صاح ونايم، يلي ايامي بدونك ما هي من العمر. ليلة لو باقي ليلة بعمري أنا به الليلة، واسهر في ليلة عيون وهي ليلة عمر. يا الله يا الله، يعطيك العافية يا جماعة. نعم تفضل استاذ. شكرا محمد. باسم اليمن كلها بضيف. هذا المشروب ولا منبر؟ صحه وعافيه، صحه وعافيه. طيب اذا احنا حنشرب وحناكل حلويات احنا والمبدعين اللي معنا، فاستدعي اتمنى تكونوا مبسوطين معنا في هذه الجلسه الجميله. خلونا نروح لفاصل قصير ونعود بعد الاستكمال هذا اللقاء. خليكم معنا. إذن لازلنا معكم مستمرين مشاهدينا في برنامج لما حبايب، وفي هذه الأجواء العيدية اللي ما حتكمل أكيد إلا بغناء أستاذ خالد عياد. يعني نعم. كان لك تجربة كما ذكرنا مع محمد عبده في التلحين. نعم. فيعني خبرنا أكثر عنها. والله تعاونت يعني مع فنان العرب أستاذ محمد عبده بأغنية اسمها مستعجلة، وهي كلمات الأمير فهد بن محمد، وهم الاثنين أصدقاء طفولة. فأستاذ محمد عبده حب يفاجئ الأمير فهد بهدية، اللي هي يهدي أغنية من كلماته، فكلفني أني ألحن هذا النص، يعني نص درامي طبعا يليق يعني بفنان العرب، ولله الحمد يعني توفقنا وتم غنائها 4-5 مرات على حفلات جماهيرية من أشهر قليلة، ولقت نجاح كبير لله الحمد. تمام، احنا كنا حابين نسمع منك اغنيه يمنيه، ولكن انت يعني شوقتنا ان احنا نسمع هذه الاغنيه. خلينا نسمع مقطع من مستعجله. معلش مستعجله. بعدين بنرجع بمفاجاه مشاهدينا الكرام مع اغنيه متميزه. نغني اغنيه يمنيه، ولكن يعني راح نغني مقطع من مستعجله، وخلينا نكون اوفياء ايضا مع مبدع يمني. تمام تمام، بعد ما نسمعكم مستعجله. أحد مقاطعها يقول وش هي حياة الناس، الناس لو غابوا الأحباب، وش قيمة الأحساس لو يقفلون الباب،
وش هي حياة الناس الناس لو غابوا الأحباب؟ وش قيمة الأحساس لو يقفلون الباب؟ لا تحرمي قلبي الحنان وقلبك بعد لا تحرمي، محتاج أنا لك من زمان، محتاج أنا لك من زمان، وضامي على قربك وبي. خذ يدي وهات يدك عساي أقدر أساعدك وأحقق أحلامي معك، ما دمت أنا جنبك مستعجلة وش بك بالهون يا مستعجلة، بربك لا تستعجلي، مستعجلة 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 وش بك. يا سلام، مين طبعاً اللي حتستعجل عند الكلمات والأغاني هذه؟ حتى يعني أنا حتى قاعدة طويلة قعدت فعلا احترت كيف أقدم لحن للأستاذ محمد عبده بعد عشرات الأعوام من الألحان والأغاني، فكان شيء مرعب أنك تقدم ثوب لأغنية يشدو بها هذا الفنان اللي طاف مسارح العالم وغنى يعني أعتقد أكثر من 70 عام يعني وهو يغني يعني، فكانت مسؤولية شديدة، والحمد لله توفقنا أنه يكون اللحن أنيق بأناقة المستمعين ومحمد عبده. توفق وتميز، توفقت وتميز الحمد لله. شو رأيكم أنت في الأغنية؟ الأغنية جميلة بجمالكم، لكن لحظة وفاة لكرامة مرسال هذا الفنان. فنان الحضرمي كرامة مرسال من مواليد 63، بدي يغني عفوا من الستينيات وعمره 17 سنة، وكان من أشهر ما غنى للشاعر حسين أبو بكر المحضار. هو من بعد ما غنى لحسين أبو بكر المحضار تألق إلى جانب أغاني أيضا الوطنية الكثيرة المتميزة. نسمع إذن يعني أنا لا تفارقني بسمة هذا الإنسان، لا تفارقني بسمته، يعني دائما أحضر الحفلات اللي يكون فيها بالمسرح كيف يحب اللي أمامه، يحب الجمهور. نقول له متيم بالهوى يروي حكاية حب مخفية ما عمن عاش وياه، ولولا الأمر ما يحوي ما قلت اللي بي بياه، ولكن بعد فرقاه لقيت القلب يهواه، خطاي والخطا ما هو خطاهم مكتوب الشقالية معاهم، صادق النية خطاي والخطا ما هو خطاهم مكتوب الشقالية مع من عاش وياهم، خلوني مع نفسي شوقي زاد حنية من اللهفة لعيناهم، أراجع ذكريات أمسي وماضي ما حصل لي بعد أن أعزي لقياهم، بالود قلبي أنساهم عساهم يذكروا حبي عساهم في الروح دول جيا معاهم، صاد يلا سوا يلا مع متيم بالهوى يروي حكاية حب من سيما عن من عاش وياهم، ولولا الأمر ما يحوي ما قلت اللي بيبيا، ولكن بعد فرقاهم لقيت القلب يهواهم، خطاي والخطا ما هو خطاهم مكتوب الشقالية معاهم صادق النية. يا سلام يا سلام، يعطيك العافية. يعني هذه أغنية وفاء لكل مبدع يعني، وأولهم الأستاذ كرامة مرسال. نعم الله يرحمه.
رحم الله، وايضا رحم الله الفنان الكبير ابو بكر سالم بالفقيه، بما ان احنا نتكلم عن الحضاره بشكل عام. نعم. بالعوده ايضا الى لقائنا العقدي مع الفنانين محمد الهتار والاستاذه منال المليكي، كانت اخر اعمالكم عرضت على يمن شباب مسلسل ليالي الجحمليه يا صفاء. نعم. من المسلسلات المتميزه صراحه. يعني خبرينا ايضا عن دورك، واخذ اسمي في الفيلم في المسلسل. يعني ايوه، شو اللي خلاك تختاري هذا يعني الدور؟ هو انعرض علي. كنت في البداية متخوفة من النقلة يعني في الموضوع وتطوير الحالة كلها، فلما أرسلوا لي الدور حسيت فيه اللي هو البنت اليمنية، مهما كانت البنت اليمنية هذه كانت عايشة برا أو تربت في اليمن، بيظل اللي هو أصلها هو اللي يحركها. فبالتالي لما ترجع مع مازن وتعيش معاه، هي طبيبة يعني، الهدف الأول والأخير كان عشان مساعدة أطفال اليمن اللي هم ذاقوا الويلات يعني في هذا الوضع، فتبدأ معاناتها مع زوجها وكيف تكون سبورت له وكيف الدنيا يعني تخليك توصل لمراحل ما فيش خيارات، تكون مجبر إنك تترك المكان والوطن والأرض والهدف والرسالة الإنسانية عشان حق العيش. نعم. في واحد من المشاهد كنت تعرضتي لإطلاق النار وأنت بتهربين أنت وزوجك، اللي هو الأستاذ محمد الهتار كان معك بيمثل زوجك مازن، عندما سواق سيارة تعرضت غدير للاختطاف. كيف كان شعورك في هذا المشهد أثناء تصوير هذا المشهد؟ يعني وأنت بسرعة تأثرتي لما غنينا على اليمن، كيف كان شعورك وأنت بنتك هي المختطفة؟ أشتي أقول لك أنا والأستاذ محمد يعني قبل ما نعمل المشهد ما تهيئناش، يعني حتى ما حد هيئنا ولا جاب لنا فرصة. فكنت أنا متوترة من أستاذ محمد كيف بنعمل الموضوع. الحلو أن أستاذ محمد يساعدك. لا والله من جد يعني مش مجاملة أنك موجود، فبيساعدك بيعطيك. أنا أول ما طلعت حضنت البنت وهو جلس جنبي، شعرت بالحالة وحطيت نفسي مكان أي امرأة يمنية كانت في هذاك الموقف أو أي امرأة بشكل عام أو أم، فما أدري يمكن الشخصية لبستني في هذاك المشهد. نعم. وأيضا كان في هو مشهد مغادرتكم من اليمن للأردن، وكان أيضا يعني في موقف مؤثر ولا؟ أي في السيارة لما سألنا عن أخبار اليمن. نعم. محمد أنت مين أكثر مشهد أثر فيك داخل المسلسل؟ آخر طبعاً إحنا خلصنا التصوير الحمد لله رب العالمين، بس قبل ما أتحدث عن آخر مشهد، تجربة وبالنسبة لي أنا كفنان يمني إنه أغادر الوطن إلى يعني هنا الأردن عمان وألتقي بمخرج أردني وطاقم تصوير وفني كله أردنيين. أيوة أستاذ قارو له مني التحية والشكر. تكسب ثقافة جديدة، تتعلم حاجة جديدة من مخرج متمكن ومتميز. تمام. فأنا استفدت والحمد لله رب العالمين. كان عندي أول حاجة رهبة أنه أنا دائماً متعامل في اليمن مع مخرجين يمنيين. الأستاذ آخر عمل كان مع الأستاذ وليد العلفي ربنا يحفظه إن شاء الله. كان عندي رهبة، لكن كيف يفك عقد الرهبة هذه المخرج لما يجلس معك أقل من دقيقة ويعطيك الملعب والمساحة أنك تشتغل كيف ما بدك، فاهم السيناريو فاهم ما أيوة. عشت تقوم بيه بوصل لك الرسالة بسرعة. نعم أستاذ حمير، إحنا خلصنا أجا مشهد إضافي. طبعا هو أنا أعتبره المشهد القوي، أنا اشتغلت عليه شغل ممتاز. أيش هذا المشهد؟ مشهد أنا دوري كان صحفي رافض مسألة أنه يخرج من الوطن أصلاً. تمام. فأجبر على الخروج من الوطن لأنه أصلاً بيتكلم على حال اليمن، على أوضاع اليمن اللي بتعيش الناس ليش أيوة بكل شفافية. فهو تلقى تهديدات، تلقى يعني رسائل بالقتل وكذا، فاضطر أنه يهرب مع عائلته. الرسالة الأخيرة في المشهد هذا أنه الناس اللي كانوا معنا في الطيارة، أنا اكتشفت أنه مش أنا الوحدي اللي
خرجت من اليمن، ولكن هناك يمنيين كثير خرجوا تركوا ذكرياتهم، تركوا وطنهم، تركوا قراهم، تركوا ذكرياتهم الجميلات، آبائهم أمهاتهم، اللي ترك ابنه اللي ترك بنته راح يدور على لقمة العيش في بلاد برا. هذا اللي بكاك في المشهد؟ أيوة طبعاً، أنا يمني وأحس كفنان أحس المعاناة اللي يعنيها الشعب اليمني بجميع شرائحه، سواء سياسيين سواء اقتصاديين سواء فنانين سواء، هذا اللي كان الحالة انسلاخ. يعني أنا أحس إنه انسلاخ. أنت بتنسلخ عن روحك. صح إنه دائما كنت أسمع في الثقافة وفي الكتب وفي هذا إنه الوطن هو الأرض التي تعيش فيها، يعني حتى لو سافرت لمكان واستقريت فيه تعتبره وطن. هذا لأنه إحنا كبشر لازم نعرف الاحترام للأرض بشكل عام، لكن أصلك منبعك جذورك هي روح. لما تطلع تحس إن الروح انسلخت منك، فتأخذ فترة طويلة على التكيف ويمكن ما ترجع لروحك بسهولة. نعم، هذا اللي يعني كلامكم مؤثر، ويمكن الرسالة دي وصلت للجميع، واللي قادرين يجلسوا في اليمن قادرين انهم يعني يوصلوا الى تسوية سياسية، نوصل الى خير والى سلام يا عم الجميع. إن شاء الله يا رب يكون وصل لهم هذه الرسالة والروح الجميلة ان شاء الله يا رب. طيب احنا حابين نقول معكم الى محور اخر، ليالي الجحملية بجزئين، الجزء الاول والجزء الثاني، يعني ترك لمسة وبصمة عند الناس كلهم والمشاهدات كانت كبيرة يا استاذ خالد. يعني بالعادة الدراما اليمنية احيانا بتنحصر داخل المجتمع اليمني، هذا المسلسل وصل حتى عربيا في ناس تابعوا. انتم كمتابعين ومشاهدين للتلفزيون العربي شايفين انه مسلسل ليالي الجحملية كان نقلة في الدراما اليمنية بالامكانيات الفنية ايضا والسيناريو وكل شيء؟ طبعا نقلة. ايش اللي ميزه؟ أنا أشوف أنه أول حاجة هي القصة نفسها كانت مميزة، المنبع نفسه، وحكاية أنك تجيب تفاصيل مكان سمع عنه لكن التفاصيل اللي جواها مش كثير الناس يعرفوها. حي الجحملية بالتحديد. أيوة حي الجحملية، وإيش اللي خرج منها؟ الخيوط اللي ربطوها بعدين بالعصر الحاضر اللي هي أبناء الناس اللي كانوا من مؤسسين الجحملية ومن أهل الجحملية. فالأبناء هذو إيش اللي إيش اللي عملوه؟ إيش المسارات اللي اتخذوها في المسلسل؟ فهو عمل ربط رهيب. يعني أنا أشيد بالموضوع وأشيد بصاحب الفكرة الدكتور وسيم. أيوة الدكتور وسيم له كل الشكر بصراحة. الدكتور وسيم مشكور، هو من 2012 في طريق المدينة يحاول بقدر المستطاع أنه ينهض بالدراما اليمنية ووظف كل الإمكانيات علشان أنه الدراما اليمنية يكون لها مكان في 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 الأوسط والوطن العربي كامل، التلفزيون العربي بشكل عام. ليالي الجحملية كان مسلسل ونقلة نوعية بالنسبة للدراما اليمنية. أتمنى إن شاء الله بإذن الله تعالى أنه الأعمال القادمة وجميع المنتجين الإعلاميين الفنيين أنهم ينتجوا أعمال تليق باليمن واليمنيين وكذلك فناني اليمن. أنا صراحة عندي شكر لكل الطاقم ولكل الممثلين والناس اللي تعاملنا معاهم في اللوكيشن. صح. يعني على رأسهم كمان أستاذ فهد، أستاذ عامر، يعني الله أكبر. نعم، ما ننساش أكيد نحن نترحم على روح الأستاذ عبد الكريم مهدي، الله يرحمه، صلى عليه الله يرحمه، وكل الأساتذة اللي شاركوا في المسلسل أكيد كل واحد كان عنده بصمة. يعني ما فيش عمل درامي فني ما بيخلوش من مواقف ظريفة، مواقف تأثر فيكم أكيد، مواقف تفعل شوية حساسية أو ضحكة هستيرية يمكن داخل المشهد ما عاد تقدرش تطلع منها. ما أبرز المشاهد اللي أثرت فيك أنت سواء إنك زعلتي أو إنه يعني كنتوا في ضحك هستيري داخل المشهد؟ يعني مشهد صور ولا كواليس؟ لا كواليس. كواليس أكيد، يعني حكينا عن المشاهد اللي هي مؤثرة فطريفة بقى. طريفة هو مش كثير لأننا كنا في عجلة يعني، بس أنه المخرج كان مساعد لأنه روحه مرحة فكان يفتح لنا المجال في الرست ما بين المشاهد. فأذكر في مشهد أنا ومازن لما يقرر أنه يرجع اليمن وأنت جلسي جلسي في الأردن، فهنا أنا هذا المشهد طبعاً أنا وأستاذ محمد عدنا كثير لأنه حلو، يعني كنا نشتي نطلع فيه بأفضل صورة. إحنا عملناه حلو بس كنا حابين نطلع فيه بأفضل صورة. ف
فقال لي للحظة حسيتش المرأة اليمنية الأصيلة اللي طلعت نقصت حرام حرام منت مديها نطة خلاص قاعد عليك طلع. فهذا المشهد كان من المشاهد اللي بنفس المشهد طبعا المخرج قال ايش النطة مطة هذه ايش مصطلحات غريبة اول مرة يسمعها. قلت لها يعني هذا قال لي ايش المعنى؟ قلت له يعني في اليمني ما تديها نطة يعني ولا تتحرك تجلس مكانك. قال بس في حاجة سريعة كذا مطة نطة كذا وجابه هو بطريقة الاكسنت تبع اللهجة. وفي مواقف كثيرة جدا احكي لنا كمان موقف يعني لو في طريف ما استحضرش الان يعني الموقف. في مواقف تحصل بس يعني انبسطتوا واستمتعتوا مع التصوير؟ الحمد لله. مروان المخلافي كمان محمد ومروان المخلافي كانوا عاملين تيم حلو. انت حتحاول تخبي ولا استاذه منال حتطلع لك الخبايا كلها؟ انا اشوف جيب ولا اخبي طلعي طلعي الفضايح استاذه طلعي طلعي كثير. مروان ومحمد كانت تصير بينهم مواقف ففي من ضمنها انه المايك ينسوه مثلا احنا بننسى المايكات مفتوحه ايوه طبعا فبيتكلموا على اشياء شخصيه والمايك مفتوح مثلا كان في بينهم كيمياء حلوه سواء في الكواليس ولا في المسلسل رغم انه هم في المسلسل يعني في مرحله معينه هم يصيروا خلاص في حكم الاعداء لانه هذا بيحاول يقتل هذا علشان مصلحه عامه. ما هو الاستاذ محمد الهتار من اول مره بدينا نشوفه في الدراما اليمنيه في مسلسل الثار وبيدوروا يقتلوك. انا مش عارف الله يستر الله يستر من ايام الاستاذ مجاهد السريحي يمكن كان مخرج هذا المسلسل. العافيه والصحه والسلامه كان اول عمل و كان مسلسل نعم يعني مع ذلك انت مقل في اعمالك يعني قبل الفوات الاستاذ الهتار عمل شخصيه جميله جميله جدا. طبعا قبل الفوات انا كنت ماسك شخصيه ولكن لعدم اقتناع المخرج بهذه الشخصية طرحنا في مكان آخر تذكري ولا لا؟ صح. الحمد لله أبدعت في هذا العمل بس أنا حسيته يعني في مازن الحمد لله يعني حسيته في مازن يعني حتى فترات الانقطاع اللي بتنقطعها ما بتأثرش عليك لما ترجع على جو العمل مع زملاء في بينكم كيمياء بينكم يمكن انسجام بيحسكم. طيب احنا حس شويه انسجمنا احنا والكل مع الاله الجحمليه انسينا الاستاذ خالد. سوري استاذ خالد هنا الله يسلمك كذا ايش حتسمعنا؟ يعني ممكن حتى انت لو عندك ملاحظه على الدراما اليمنيه تابعت يوما ما مشهد مسلسل. لا انا بدي اهدي اليمن يعني احد مقاطع اللي لحنتها. يا سلام يا سلام على جمال مقاطع يعني اللي تتكلم عن اليمن يعني شعرت نفسي يعني هناك. ففي مقطع من اغنيه ارتحال لحنتها للاستاذ علي عبد الستار. الكلام يقول طبعا الحبيبه تجوز تكون ارض وتكون حبيبه او تكون فنجان القهوه او وهذا شوف التعليم الان الاستاذ بيعلم الان بيعطي درس. صح طبعا يعني لما نتحدث عن السمراء بدنا نتحدث عن القهوه ما نتحدث عن التراب عن التراب عن الارض. فتتحدث الاستاذه امال اتذكرت مقطع يقول يا حبيبه يا حبيبه يا وطن مسكون طيبه يا حبيب يا بقايا البعيده يا طفل محروم عيده عيد الله ان شاء الله ما نحرم اي طفل من عيد لا لانه الدنيا عيد لكن خلينا يعني نهديكم اياه يلا ننبسط معك. يا حبيبة يا حبيبة يا وطن مسكون طيبة يا حبيبة يا حبيبة يا وطن مسكون طيبة يا بقايا البعيدة ويا طفل محروم عيده كم سرقت من السنين أيام كانت هي حياتي كانت أغلى من عيوني اللي تشوفك يا حياتي وكم تمنيتك قريبة وكم تمنيتك قريبة
يا حبيبة يا حبيبة يا وطن مسكون طيبة. يا يمن مسكون طيبة إذا سمحت لي، الله يعطيك العافية. قد تكون فيها شوية شجن، لكن يعني المكان اللي يسكن طيبة هو الوطن. صحيح، نعم، اللي تربينا فيه. صح، اليمنيين وأهل اليمن طيبين فوق الحد. يعني أنا لما لحنت يعني هذا النص، يعني بالطبع بكلامك لحنت، يعني لما ألحن الأغنية أضيع بالنص، أتحول يعني ل خلاص أترك الحالة الأرضية، أدخل بالمشهد. فدكتور صالح الشادي طبعا كل الحب صديقي بعث لي هذا النص، فهو ارتحال، اسمه ارتحال. فمقطع يا حبيبة يا حبيبة يا وطن مسكون طيبة، فأنا تفاجأت كملحن قاعد أقول لنفسي إنه مين هذه الوطن؟ ما أقول هي أنثى، هي أرض، هي نهر، هي مرحلة عمرية، هي مكان، هي زمان. فلحنت المقطع بطريقة أنه تركت الخيارات مفتوحة، فليفهم يعني أيا كان ما يشاء حسب رؤية كل واحد. حبيبة وطن، حبيبة قد تكون فنجان قهوة، قد تكون كاسة المي، يعني كل واحد إيش هي حبيبته، إيش هو حبه، إيش الوطن اللي عنده. ف يعني أساد تفضلوا عن الفن، يعني الفن يعلم الأناقة، علاقة الفكر، يعلم إنه قد تكون تحط راسك على مخدة تكون الفكرة اللي بتحلم فيها هي وطنك. شوف قديش تكون قوي. وإحنا هذه الآن فكرة الوطن عندنا كلنا يعني حاضرة، خصوصا في الأوضاع الحالية. ربي يعني يسلمهم. يا آمين يا رب. يعني سعداء بكم، ولسه حنكمل معكم يعني هذه الأجواء العيدية، ولكن سنذهب لفاصل مشاهدينا ونعود لنستكمل هذا البرنامج. عيدكم مبارك مجددا مشاهدينا الأكارم في كل مكان، ومستمرين وواصلين معكم بفقرات متميزة من برنامج لمة حبايب. وعندنا أكثر حبايب جميلين أكيد ألفتوهم وتعودتوا عليهم في الشاشة اليمنية. نعم، وأكيد يعني ضحكنا وغنينا، الآن صار وقت الصراحة والإحراج. يعني حنكون في شوية أسئلة، تمام؟ يا إما حتجاوبوا عليها يا إما حتضطروا تأكلوا من الطبق. هتتعجب. أي طبق بالضبط؟ أي طبق بالضبط؟ أنت اللي هتختار الطبق، والطبق هو اللي هيحدد بعدين إيش السؤال اللي عليك. قصدك الطبق هذا على طول، أنا جاهز. الطبق هذا اتفقنا نروح معاك البيت. طيب إحنا بقوم أنا وأنتو للجزء الآخر من الاستديو وبفهمكم الموضوع من جديد هناك. أوكي؟ تمام. تفضل. إحنا حبايب. إيه حبايب أكيد. هذه أغنية يمنية، إحنا حبايب. يعني جي معك. يلا تعالوا معي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. استودعكم الله دعواتكم يا جماعة. تفضل يا أستاذة. إيش الأناقة والجمال؟ اللبس اليمني دائما. الهوية اليمنية. الأستاذة منال لازم تطل دائما بإطلالة يمنية. طيب تفضل يا. عندنا 6 أطباق، كل طبق من هذه الأطباق في معاه سؤال. إذا ما جاوبتوش على السؤال حتتعجبوا وتاكلوا من هذا الطبق الغريب اللي انتوا حتقولوا لنا ايش هو، لانه انا مش عارف ايش هو. هذا ايش طيب اول حاجه اختار من 1 لـ6 وانت بتعرف ايش هو. خلينا نرجع لموضوع على استاذ محمد. من 1 لـ6 غريب هذا. من 1 لـ6 عندك محمد. من 1 لـ6 اختار رقم. 2. هذا عندك طبق رقم 2. هذا الطبق ما قد بنشوف ايش هو. تمام. تحب تشوف اول حاجه انت عارف المشاهدين ايش الطبق، ايش اللي موجود في الطبق؟ جفن بقرة حلوب مع مطحون جوز الهند. المخرج عايز كذا. ايش السؤال اللي حتجاوبه؟ اذا ما جاوبتش على هذا السؤال حتاكل جفن بقرة حلوب مع مطحون كله يعني جوز الهند، وهذا هو الجفن الحلوب. انت يعني شوف شوف على عذاب قدامك. ها بتاكله بتاكله الى ما رديت السؤال. طيب سؤالك بيقول، ولازم تجاوب بكل صراحه، ونرجع مره ثانيه نقول استاذ منال هذه الفقره فقره صراحه. تمام. فاسم كاتب تحب تقول له اترك الكتابة وروح بيع لك مشاقر. كاتب من عندنا كاتب ولا من عندهم ولا من عند الناس؟ سيناريو كاتب كتب شاعر من عندنا. يلا توكل يا محمد. يمني. يمني. هذه الملعقة شاف الطبق. هذه المرة الثانية عشان تتأكد من الطبق، قاعد جاوب يا حتاكل الطبق، وبسرعة اختار هذا الاسم للكاتب. هي إحراج صراحة، توقع أنت وياه في مشاكل إحنا ما لنا جزء. وفي. أوكي. بس مش تشا. ما تشتت الدسمة؟ الجفنة هذا. يلا صحة وعافية. أوفي بس ماشت. صحة وعافية يلا. بسم الله. عاد خلصها؟ كامل. طيب كل.
ركزوا لي على ملامح الأستاذ، لذيذة؟ جنن صح؟ كمل للآخر. يلا يلا، شفتي الناس اللي ما جاوبوش بصراحة شو حصل فيهم؟ الله يستر. هذه تعليمات الأستاذ نبيل مخرج البرنامج، اللي ما يتكلمش معانا بصراحة لازم يعاقب. لكن أحييه حفاظا على مشاعر الناس. القشعريرة بلاش حل. هذه ايش هذه هذه؟ يلا والله يا استاذه منال بنت ناويه تسامحي، احنا بنعفو عنه وندخل للمرحله اللي بعدها معك انت. طبعا اسامحه طالما قدوم. خلاص عفى الله عنك. خلاص شبع، ما قدرت شبعه. المخارج حق الحروف عندك كانها شبكت في بعض. طيب استاذه عندك؟ استاذه عندك. شكرا شكرا يا استاذ محمد. الناس اللي ما جابوش بصراحه اشوف ايش حصل لهم. انت ممثل معروف لازم تكون قدوه وتتكلم بصراحه. اوكي اتفقنا على هذه النقطه. استاذه من 1 إلى 6 وشيلي رقم 2 واختاري رقم. لا تشوفيش ايش الاطباق، اختاري ما دراني انا كيف الترتيب حقكم. 1 3 4 5 6 6 6 اوكي جبت القريب. نشوف الطبق 6 ايشو، ايش اللي مكتوب اول حاجه؟ لا زبدة سمك مع معجون حليب أرنب. ألف مبروك. هذا اللي مكتوب بلاش، وهذا هو الطبق عشان تشوفوا وتشوفوا المصداقية. زبدة سمك. هذا حقنا الطبق. مع معجون حليب أرنب. كيف يعني زبدة سمك مع معجون حليب الأرنب؟ كيف حلب الأرنب؟ شوف تخيلي كيف تميزي بين الحيوانات. معلش هذه نقطة بس بجيبها معلومة. يقول لك كيف كان العرب زمان يميزوا بين الحيوان اللي يلد والحيوان الذي يبيض؟ كل حيوان مع أذان. أيوة. يلد، وكل حيوان ما عندهش اذان زي الحمامه. ايوه يبيض. زي العفعى زي السلحفاه تبيض. الارنب يلد يعني مع حليب، فالحليب موجود هنا. ليش قلت انه هو يبيض؟ هي قالت من فين؟ انا قلت من فين حلبوه؟ كيف حلبوه؟ كيف حلبوه؟ الارنب يلد، يبي يلد عفوا. طيب هذا سؤالك. سؤالك بيقول وشد حيلك معايا وحتجاوبي. حاجه بتخبيها عن الجميع في تلفونك، حاجه مش حابه ان حد يشوفها في تليفوني. لازم تكون حاجة مقنعة، لأنه أستاذ محمد كمان لازم يقتنع معنا بالموضوع. معايا أكثر من حاجة، يعني مش حاجة واحدة. أنتوا كمان أستاذ خالد وصفا لازم تكونوا معانا، لأنه هذا الموضوع لا أصلاً لا ما بنقدرش إحنا نحكم لا عليه. لا لا لا، إذا كانت تتكلم. الحاجة قوية وتستاهل إني تخبيها. أنا عندي اللي يحدد هذا الكلام صفا ولا أستاذ خالد؟ طبعاً بعيداً عن الصور، لأن أنا بطلت أعمل صور خاصة من كثر ما أضيع تليفونات. كتابات. مقنع الكلام؟ كتابات شخصية يعني؟ شخصية ما فيش ولا كائن في الحياة يعرف. أدلنا واحدة من هذه الكتابات بس رأيكم لازم. يعني تكتبي كمان يعني ممثلة أبرز، أبرز كتابة كاتبة. لا هو أنا مش كاتبة، أنا أهوى أني أسقط، أسقط مشاعري على الورق أحيانا. صحيح بس يعني. ما هذا من أساليب العلاج يعني بالكتابة فعلا. صح تحسي كذا خلاص يعني انا قد قلت انه صفاء خلاص لازم تتكلم، لازم تجيبي لنا ابرز كتابه كتبتيها وخايفه ان الناس يشوفوها. من بين كل الكتابات اللي كتبتيها في واحده كذا خايفه حد يشوفها، ايش كتبتي؟ حد مره جرحك وزعلك كتبتي عليه؟ كيف يعني اقولها وانا خايفه حد يشوفها؟ طب خلاص كل الطبق. لا هو وقت الاختبار. ما انا قد قلت. وليش قلنا صراحه؟ يهنا يهنا حليب الارنب. انا كاتبه اعتراف حب. يا سلام. بني ادم مش تشي اقول منه. لا الا تقولي من هو ولا حليب البقره. مع ان هذا هذه قد الخطوه البعيده اللي ما تكلميش. لا صح ذقي ملعقه خلاص قد على الاقل ضروري تذقي ملعقه. لا انا ادي له الملعقه انا هذه ما يلا خلاص دي لا طبق. صحه وعافيه عليكي. واللي هو زعل الاستاذه منال ولا جرحها يعني ايش نقول لك؟ ايش نقول لك؟ اذا بتتعاقب بسببك الان. نرجع لعندك استاذ محمد خليها تتعذب شوي نتفرج عليها. عاد احنا والله الطعم هذا يمكن يجي لك طعم ثاني. المكان هذا خلاص. المفروض الان ان انت اخذت خلاص. كيف اكل اي شيء؟ كل حاجه فيها اي حاجه لازم تاكلي. حليب ارنب. فيها حاجه هكذا. جربي ذوقي، ذوقي عشان تقولي لنا التجربه. كيف حليب الارنب؟ حلو. حلو. واو. طيب انا ولا تحاكي انت. طيب اطعمي حق البقر هذا اللي هنا. خليني بالارانب كل واحد على حجمه. لا هذه قصفه انا ماليش دخل منها. والله العظيم قصفه انا ماليش دخل منها. حاسس اني في هنا حاجه كمان. لا خلاص نرجع الموضوع يا استاذ محمد. بجيلك بجيلك خليك كمان مره ثانيه. استاذ محمد 1 3 4 5 1 3 4 5 من غير ما تشوف. 1 3 4 5 5 5. طيب هذا الطبق قبل ما نفتحه اول حاجه انت هتقول لنا ايش الطبق.
مخلوط بيض حمام مع فول سحاوق. يا سلام، حاجة ممكن تتاكل يعني. ايوه المهم في حاجات حاجة ممكن تتقبلها. ايوه طيب شوف السؤال عشان نشوف فعلا انت حتقدر تجاوب على هذا السؤال ولا حتقدر تاكلها. طيب السؤال سهل وبسيط، وانت تابعت مسلسل ليالي الجحمل الجزء الاول وحضرت الجزء الثاني ومثلته. سعد الخفيف والفقيه في مسلسل ليالي الجحمل. نعم. قلل لنا الشخصيتين، مرة سعد الخفيف ومرة الفقيه. سعد الخفيف. هذه الكاميرا معك. هلا عند محمد الحزمي. سعد الخفيف. مبارك يا محمد. سعد الخفيف. يلا مضيع عق. لا المخرج بيقول لك ما اقتنعناش. مش مقنع، مش مقنع على الاداء يعني. الاستاذ جارو كمان يعني موجود معنا خلف الكواليس. طولها شويه. ها يلا. الله يا عامر البوصي يحفظك. بس لحظه بس نقطه الخاصه صح. هو في رعشة بالكلام عنده. هاتا هاتا طولنا بالكلام. عادي اثنين. اختصر الموضوع. مش سعد بس. لا. هياكلهم هياكلهم. خلص الطبق الآخر. سعد والفقيه. أنا قدر أقلد. بس مش بنفس الجودة لما تكون جودة قوية. فاحنا بإذن الله يعني تعالى. يعني نعرض عليك هذا المشهد ما كنتش حتقدمه. إذا كان عرض عليك درس. لا بختار كاركتر غير طبعا. اللي يختاره عامر. تمام يلا خلصت. هذا اللي حكمت لي يا أستاذ. هذا يا حبيبي بيض حمام مخلوط بيض حمام مع فول وزحاوك. يعني حاجة ممكن تتقبلها. فيها بروتينات، فيها أوميغا 3 مفيدة. ما فهمتش. قول أنا ما فهمتش. الملادي عندك. الملادي عندك. الله الله. شوف البيت عدم ضيع لك والله. شوف شوف هو عقاب اصلا المفروض ان انتم ما بتاكلوش من الاطباق. هو عقاب طبعا على فكره معلوماتكم. معلش الناس اللي بيتابعونا زعلوا على الاستاذ محمد الهيتار. جمهور الاستاذ محمد الهيتار لا تزعلوش مننا. طفي مايكروب على لو سمحت. لا تزعلوش مننا. الاطباق كلها سيفتي، الاطباق كلها امنه وما فيهاش اي مشاكل ولا في اي سموم. نظيف نظيف بس في كذا حاجه. خالد يا استاذ ليش ما تشرفنا تلعب معانا؟ بلعب على العود. جواب قاتل. استاذ كبير طيب باقي معك 1-3-4. 1-3-4 لازم يكون على الاقل دوري بدوري. استاذ محمد يا عرب قوي قوي يا استاذ بني شي ماء صح؟ اذا ممكن بسام ناولنا لو سمحت. طيب استاذ 1-3-4. 4 انت كانك عرفتي ايش 4؟ هذا طبق 4 وانت اللي حتقرأي اي شو لانه من اول الاستاذ هو اللي بتعذب. كلام خيرات. هذا اسم الطبق هذا بنرجع نخليكي في الاخر انك تقولي 10 مرات. مخ نعامه معجوقه. مخ نعامه معجون بخلاصه مرق كرش كبش بلدي مع صوص الفراوله. هذا ايش الحل؟ هذا السؤال. هذا السؤال عشان لا تاكليش مخ نعامه معجون بخلاصه مرق كرش كبش بلدي مع صوص الفراوله الذي هو هذا الطبق. أستاذ حمير لو سمحت أنا قريت السؤال. والله إني أتأكل لأني ما أتجاوز. ليش؟ طيب سؤال السؤال بيقول الأستاذ محمد غش وعرف أي شو. اسم فنان إذا عرض عليك دور رهيب وفظيع لا يمكن أنك تمثلي فيه إذا كان معك هذا الفنان في العمل، فنان تكرهي أنك تشتغلي معه. أي أن أنت تهدري باسم أي لحظة فنان. لحظة 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 على فكرة أنا صريحة في هذه المواضيع جدا. حلو حلو لكن ما فيش احنا حرفيا والله بس في معنا طبق. لا شوف بغض النظر يعني الموضوع مقنع؟ أنا بقول لكم الموضوع مقنع؟ أي بقول لك ليش؟ وانتم لكم حرية الاقتناع. شوفي انا مش انا المشكلة انا مش انا اللي بنحدد. طيب انا لو بنحدد بقول لك اوكي شكرا جزيلا ننتقل للذي بعده. طيب بس معايا مخرج وصفاء والاستاذ خالد ايضا مش مقتنعين انه تقولي ما فيش. هي فكرة صراحة وانا منتظر. ايوه فكرة صراحة مش انت هي صراحة. بصير احنا عندنا في الوسط الفني في من 3 مستويات الى اكثر. في معاك المستوى العالي اللي اي حد يحلم انه يشتغل معهم الفنانين الدرجه الاولى. ايوه على النطاق الرجالي وعلى النطاق النسائي. وفي معانا المتوسط. المتوسط هذا هو فنان يحب الفن بس ضاع في الطريق. يعني اوقات تزل منه عادي برضو ان انا اشتغل معه. ما انا ممكن اجره ويجرني. الثالث اللي هو مش فنان وداخل يتمشى في الوسط الفني. أنور المشوري قصدك مثلا؟ لا أنور مسلم الله معنا خلف الكواليس فنان مجتهد الصدق. طيب أنت ما رضيتش تدي لي اسم. لا 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 يعني ما بشي اسم. أنا بدي لك التسلسل قد أنا ما هو صوص فراولة مع مرق كرش كبش بس. أنا على فكرة هذه اللعبة مغالطة. أنقذك أنا قولي محمد الهيتر
فكلي لك على الله. لا ما وهذا الكلام محسوب عليك على فكره. لو قلتي محمد الهيتر لا كلام ما محسوب. طيب استاذ انا لو سمحتي المكتب برنامج ما يسمحش. يلا ما بش انت قلت صراحه ما بش والله ما به بس معنا من الاخر حتى اللي صار تاتش بيني انا وهم لازم بمثل معهم وانا مبسوطه. يعني شفتي يعني في ناس بتحصل بينك وبينهم تاتش انت بتمثلي معاهم وانت مبسوطه أيوة لانك أيوة أيوة ممثله راقيه وفنانه أيوة. بس في اسم بتكرهيه اذا مستحيل. لو جاء لو دارت زي الايام حصلت تاتش في هذا المسلسل دارت الايام جاء مسلسل ثاني تاتش بيني وبين صديقه فنانه تاتش كبير يعني مش صغير. اشتي اقول لك انه بعد العمل احنا المفروض اني هي انا كمان زعلتها يعني رديت فوصل عندي الموضوع ان انا اتصلت تكلموني ناس على اعلان وما اعلان وكذا وايش رايك بفلانه. قلت له طبعا فلانة فنانة بغض النظر عن الخلاف واتصلت لها بنفسي. الله يجزاك خير منى لو سمحتي. الله يعطيك العافية شكرا على الكلام الجميل هذا كله. احنا مقدرين روحك الفنية. ما بش طب ذوقي طب عشان المشاهدين اللي حيفكرون انه الطبق حلو ولا مش حلو لازم تذوقي عشان تقولي انا كيف كان الطبق. يعني اتعاقب خلينا ننتقل لعند استاذ محمد. هذا ظلم انا ماليش دخل ولا المخرج عايز كذا شوي بس ذوقي استاذ محمد. هذا طيب هذا رقم ثلاثة وهذا اخر سؤال. على فكرة عاملين صلصة داخلة. طيب كليها طعمي سريع. هي صلصة فراولة. يلا أستاذ محمد لذيذ صح؟ تحمل تحمل شدي حالك شدي حالك شو بيقولوا علينا الناس مال. طيب فح أستاذ شايفان فح وحامض. عيدك مبارك. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. كل سنة وانت طيبة ست منال. نار ميه بس معلش غلبناك معنا. ننتقل للسؤال الثاني عندك استاذ انياب. حوت رضيع مع حبه البركه وصوص حبار البحر. انت من اول جاهز جالس توكل الاطباق ما رديتش ولا سؤال عن خلص البرنامج وانت طيب. ما رديتش ولا طيب. على اي سؤال بصراحه وانه الفقره هذه ما ادتش الدور الذي من اجله سويناها. الطبق انياب حوت رضيع شايف حوت رضيع مع حبه البركه وصوص حبار البحر. يلا هذا هو الطبق. كيف السؤال؟ سؤالك بيقول اسم اول شخص اسم اول فتاه حبيتها وتحب ان ترتبط بالزواج بها وما قدرت تكلمها وعندك الان فرصه انك تتقدم لها الهواء. هي واحده انا ذا الحين لو شوف معك حد عارف السر الحب كله. طيب هي واحده اها بس انا لو اتكلم باسمها الان لانه انسان معروف. طيب اذا هي تعرف نفسها المفروض. ايوه طالما منال كمان عارفه طبعا عارفه. ايش الرساله اللي توجهها؟ كل سنة وهي طيبة طبعا هي زوجتي. هذا اللي انا جد اول واحدة طبعا. طيب ناوي اشتري حل لك اربعة اول مش ناوي تثني تتزوج ثاني؟ لا يمكن ما فيش اي واحدة دق القلب لا مرة ثانية. لا والله انت عارفة طبعا زوجتي. لا مش خايف محمد شفاف في مشاعره. يا الله اه والله دائما يعني تكلم. هذا الطبق اذا انت حاب تاكله كله ضروري طعم الانياب البحر لانه ما بتلاقيش في اي مكان اخر. هذا اخر طبق انياب البحر يعني هذا قدو اجباري. هذا ما عاد هذا قدو اجباري ما عاد في المسلسل وهنا والله لذيذ. صعب والله حلو لذيذ. شفتي دائما حظنا مع الاكلات الحلوه. هذا عندك خلوني قبل ما اقول لكم ايش الطبق لانه باين انه بفلو. ايش بفلو؟ بفلو صوص بفلو مع دجاج شرائح بطريق. احنا عاده البفلو بيكون دجاج. انت عندك شرائح بطريق منقوع بصوص البفلو البرازيلي وصوص وساور الهندي. اليوم مالي انا يعني يكون فحم. ايش فيه سبايسي كله. يلا هذا النقطه انت اللي هربتي منها اول. لمين بتقول انا محمد شو بكرهك؟ ها لما اقول انا بينك مصيبه ان انا ما اعرف شو الكوب يا جماعه. كيف يا استاذ ايش السؤال؟ انت بتجيبوا لي اسئله معنا مش قادر. كان جالس تتعذب في الطبق انت اللي. لا لا اتعذبت انا بالصلصه. صحه وعافيه. حد بتكرهيه؟ ما بش حرفيا يعني انا حرفيا ما بش مصرر انك تجربي كل الاطباق. ممكن على فكره حلو والله يعني ديكتاتورية. انا ممكن اساعدك في نقطه انه انت ممكن تقولي انا بنكرهني في نقطه لما اجي اتعامل مع حد مثلا انا ايوه انا اثر فيني او زعلني بس خلاص انت خلصنا الموضوع. لا مش خلصنا انت ساعدتني انا انت دخلتني في الموضوع يعني انا من ضمن هذا. يا استاذ نبيل جلسه تهرب من اول من الاطباق انا مش عارف كيف بتعملوا. شوف يلا ذوقي هذا بفلو ولذيذ. اسمه بفلو يعني حاجه ما نشدري ايش هي او بطريق بس مسوين بفلو. كيف ابزها اكسريها كذا اكسري منها يعني بعدي الملعقه بيدي يا جماعه. شوفوا المراه اليمنيه الاصيله اللي بسم الله الرحمن الرحيم. يلا جهز المناديل. بفلو هذا مش لعبه حاليا محمد
قولي والله. هذا عندنا طبق شرائح البطريق بنكهة البفلو البرازيلي وصوص وساور الهندي، فتوقع انه فح بالهب حال يعجبك. يلا صحة وعافية. حار 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 يلهب. عارف الاهبال اللي الحالي حقنا؟ انا جابوا يعني الحمد لله يعني الحمد لله. وليش يا عندكم من حقي انا هو حقي عقابي انا. يلا صحه وعافيه ويعطيكم الف عافيه. استمتعنا معكم في هذه الفقره. سامحونا على الاطباق اللي كانت شويه كذا فيها نكهات. لا عادي انا مزعجه ومتعبه. انا هلا بيض الحمام هذا. نرجع لعند الاستاذ خالد يسمعنا اغنيه في الاستاذ خالد في هذه الاثناء. احنا نرجع لعندك اذا سمح. الف عافيه استاذ خالد الله يقويك. غلبناك وبسطنا واستمتعنا معك الله يسعدك. يعطيك العافيه والله. اتمنى نكون خفاف الظل على المشاهدين وخصوصا هذا العيد، واوصيهم افرحوا بالعيد. نعم افرحوا بالعيد تماما. خليكم مبتسمين دائما. يعطيكم اذا الف عافيه الاستاذ محمد الهتاري والاستاذ منال المليكي والاستاذ خالد عياد. شكرا جزيلا لكم جميعا وكنا مبسوطين معاكم. الوقت عدى بسرعه يعني ما حسيناش، كان في لسه في عندنا اسئله كثيره، ولكن عموما ان شاء الله يكون بالحد اللي وصلنا ليه في وصلنا فيه معاهم. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا ايضا انتم واستمتعتوا وحسيتوا كذا باجواء عيديه رغم الظروف الصعبه اللي بتعيشها بلادنا. نعم اذا نلقاكم في حلقه قادمه باذن الله، والى ذلك الحين تكونوا في امان الله وعيد مبارك مجددا يعني في امان الله. يلا كل عام وانتم بخير.